أطلقنا بنجاح اليوم قمر هيئة كهرباء مياه دبي الاصطناعي النانوي الثاني ديواسات 2 لتطوير عملياتنا وتعزيز الكفاءة، ونحن حريصون على الاستفادة من أحدث التقنيات الحلالية للثورة الصناعية الرابعة، بما في ذلك إنترنت الأشياء والذكاء الصناعي والبلوكتشين في تبادل المعلومات عبر الاتصالات الفضائية وتقنيات مراقبة الأرض. يهدف برنامج هيئة كهرباء مياه دبي للفضاء سبيس دي الذي أطلقه سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله في يناير 2021 إلى تحسين عمليات وصيانة وتخطيط شبكات الهيئة بالاعتماد على الأقمار الاصطناعية النانوية وتقنيات الاستشعار عن بعد، إضافة إلى تأهيل كادر إماراتي متخصص في مجال استخدام تقنيات الفضاء في شبكات الكهرباء والمياه. ويأتي إطلاق القمر الاصطناعي النانوي الثاني ديواسات 2 ليؤكد أننا نسير بخطة ثابتة نحو الريادة في مجال الاستفادة من تقنيات الفضاء لزيادة كفاءة عمليات الهيئة وتوفير خدمات الكهرباء والمياه وفق أعلى معايير التوافرية والاعتمادية والكفاءة والجودة، إضافة إلى نقل المعارف والخبرات وتدريب الكوادر المواطنة في الهيئة. ونهدف إلى أن تكون تقنية الأقمار الاصطناعية النانوية داعمة لشبكة الحوسبة السحابية الخاصة بالهيئة لتعزيز رقمنة شبكات الطاقة والمياه ورفع كفاءة وفعالية عمليات التخطيط والتشغيل والصيانة الوقائية لقطاعات الإنتاج والنقل والتوزيع والشبكات الذكية ومحطات شحن السيارات الكهربائية، إضافة إلى خفض التكاليف وتحسين استثمار وصول الهيئة، فضلاً عن تطوير حالات استخدام تسهم في الارتقاء بقطاع المؤسسات الخدماتية حول العالم.